من هذا الخبر نذهب للمصري اليوم اللي بيقول 20 مليار دولار تكلفة توفير الاحتياجات المائية. الكلام على لسان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري اللي قالوا ان تم وضع ما اسمها خطة قومية للموارد المائية عشان يتم تدبير احتياجات مصر من المياه. التكلفة المبدئية حتى هذه اللحظة 20 مليار دولار، ده لغاية سنة 2027. الخطة تشمل عدد من الإجراءات الواضحة للتعامل مع ما أسماها الوزير تحديات قطاع المياه الحالية والمستقبلية في مختلف المحافظات ومواجهة تلوث المجاري المائية اللي بتعد أولوية لدى الحكومة في الفترة الحالية. أيضا الحديث عن رفع قدرات العاملين في الوزارة كإحدى ركائز التطوير. أيضا عبد العاطي أضاف في تصريحات خاصة للمصري اليوم وقال مصر تسد العجز بين المتاح وبين الاحتياجات بإعادة استخدام نسبة 25% من الاحتياجات. قال الوزارة بيقول بشكل واضح، اتكلم عن فكرة الطلبات المتكررة لإلغاء غرامات زراعة الرز اللي بتتم بالمخالفة. قال ان الغرامات مستمرة وانه المرتكبين لهذه المخالفات سيدفعوا هذه الغرامات وانه لن يتم تخفيض قيمة هذه الغرامات بشكل واضح وصريح.